ما بتلاقي جبتي من الاخر. اخبارك؟ الحمد لله تمام. شرفت بيك، شرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله العرب، والله لو عرب بيسجلوا الحلقه دي ازاي لسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى متسجل. لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلتلي، اقسم بالله كنت قاعده حزينه، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياه انسان، دي احلى حاجه في حياتي يعني، او اجمل حاجه في الكون يعني كلها. بقول لك لو هكتب لك روشتة هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبيه، ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، انت اللي هيجيلك القلب، انت اللي هتموتي في النهايه، انت اللي هدانك نحيفه ومعصعصه ومحدش هيبص عليكي. ما بتقلك جبتي من الاخر. تعال اتفضل معنا، معايا الدكتور احمد، دكتور تغذية، وهو بيفيدني عن اسباب النحافة. يعني مثلا بدل ما ناكل الثمرة الفاكهة، بدل ما ناكل ثمرة الفاكهة نفسها، لا نعملها على اي عصير. الشخص اللي عايز يزيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر، حاول كل تكون سايلة وسهلة في الهضم، لان الهضم يبقى عندك غالبا بايظ، فانت او تصلح الهضم بتاعك زي ان انت تمضغ ببطء وتاكل ببطء، الاكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا ان الدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها، حتى اما يعني حتى ما بناكل بدل ما بناكل عادي كده، لا بناكل بسرعة، يعني كل حاجة بتجري، حتى بنجري في الاكل واحنا بناكل كده، عايزين ننهض عشان ورايا شغل معين وعندي حاجات معينة لازم اخلصها، صح كده؟ فانا بس فانا بشكل بسيط جدا بقول لك لو احنا عايزين نحل مشكله، لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجود عندنا. ممكن نعمل تحليل صوره دم كامله، نعمل تحليل البراز، نعمل تحليل الغده الدرقيه، من خلالهم نقدر نتاكد هل عندنا مشاكل صحيه. ما طلعش عندنا مشاكل صحيه، طلع الموضوع ضغط نفسي، يبقى نركز على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا اللي بتفتح الشهيه، زي مشروب البابونج واليانسون والحلبه وهذه الاشياء برضه بتفتح الشهيه، ومع شرب الشاي والقهوه، ونحاول نركز على العصائر الطبيعيه، وممكن مثلا بعض الحاجات اللي بتزود الوزن زي المانجا والتين.